ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في أول أيام عيد الفطر المبارك. كان معانا في الفقرة الأولى شباب نموذج جميل جدا للشباب المصري، إزاي شفنا الشباب دول بيحملوا كتاب الله وشباب ملتزم وبيتمنوا إن هم يكونوا زي الجنود اللي كانوا واقفين على الجبهة، واتكلمنا معاهم وسمعنا بعض التواشيح الدينية وسمعنا بعض آيات القرآن الكريم. في الفقرة التانية النهاردة عايزين نقول لكم احنا ناس كتيرة جدا قاعدة في البيت، كلنا قاعدين في البيت، معظم اللي قاعد في البيت بيتفنن بقى، اذا كانت الزوجة بتتفنن ازاي تعمل اكلات في البيت والزوج بياكل الاكلات ديت، فابتدى الوزن يزيد وابتدينا نزيد في موضوع الكورونا. فازاي تاكل صح وازاي تعالج نفسك من الموضوع بتاع الاكل دوت، ده هيكون محور الفقرة بتاعتنا مع الأستاذة سوزان رعد خبيرة التغذية والدايت. أهلا بيكي. مساء الخير. ومنورة القاهرة. بوجودكم. أهل لبنان طبعا هم بيبقوا ليهم طريقة وستايل كده في الأكل بتاعهم والغذاء بتاعهم عموما، الأكل اللبناني مشهور طبعا زي الأكل المصري. صحيح. ولكن حضرتك النهاردة هتقولي لي إحنا بقى إزاي ناكل صح وازاي نخلي جسمنا يبقى متناسق، والاكلات اللي احنا بناكلها دي ازاي تساعد في رفع المناعه، لان احنا فيروس كورونا بيجي سبب من اسبابه نقص المناعه وبيسبب في نقص في الهرمونات والمناعه، فازاي نساعد ببعض الاكلات اللي احنا نوصل بيها تساعد على رفع جهاز المناعه. هبتدي معاكي في الاول وتقولي لي ازاي ناكل صح. هو سؤال كتير بسيط، ولكن إذا بدي وصل المعلومة كلها مش رح توصل كاملة بهيدا الوقت القصير، بس رح قد ما بقدر. هندي روشتات كده. نعم. أوكي. صحيح. أول شيء بدي أقول تنعاد عليكم، وبدي أقول مرسي لأنه أنا ضيفتك اليوم. الله يخليك، شرف لي. وكتير حبيت الفكر أنه حضرتك بتوصل الصحة والجمال، ورح نحاول قد ما فينا اليوم إن شاء الله نعطي نبذة كتير صغيرة ويستفيدوا منها بشكل كتير كبير إذا طبقوها. تمام. تنعاد عليكم، عيدكم مبارك يا رب. يا رب. بحب مصر كتير. الأكل فيها كتير حلو، اكتشفت أنه الريف أكله صحي أكتر من أكل المدينة، وأكبر دليل إذا منشوف الستات الريفيات يسلم لي جمالهم، البشرة نقية، ما في كتير تجاعيد، في تناسق، في شيب كتير حلو. فالستات إذا بدهم يستسهلوا على نفسهم يسألوا الست الريفية شو بتاكل وشو بتعمل. النشاط كتير مهم، الحركة أهم، يعني نحن اليوم ما في شيء ممنوع، بس في أشياءات بتكون خطرة، عبارة عن قنبلة موقوتة بتفوت على الجسم بتفجر أمراض، مثل يعني نحن عنا الجلوتين. أنا كتير بشدد للأشخاص أنه يبتعدوا عن الجلوتين. الجلوتين عبارة عن بلاستيك، عن مادة صلبة بتدخل للأمعاء ما بتتحرك، بتدخل وبتقعد. إكزامبل، إذا أنا اليوم بيسمح لي جسمي أو وزني آكل 2200 وحدة حرارية، أوكي؟ أنا أكلت 2003 زدت بس 100، هيدي ال 100 رح تقعد بمكان ويصير المكان هيدا بارز، إذا كان من البطن ولا الأردف، أوكي؟ جميل. طب أنا كيف بدي أسقس هيدولة؟ أنا لما أفكر إنه أنا أسقس هيدا الزوايد بالجسم، بكون أنا عم حول جسمي لمناعة كتير عالية قاوم فيها أول شيء فيروس كورونا. بس بدي أقول شغلة، مش معناتها إذا أنا يعني قلت هيدا الكلام معناتها اللي عنده فيروس كورونا بيصح. ما بيشمل، بس إذا أنا مناعتي قوية ما بيوصل لكورونا. أوكي، بروتكسيون كتير عالي. تمام. بيكل ألياف. الألياف شو فيها؟ الألياف بتفوت على الأمعاء، سبحان الله ما فيها شيء إلا بس خيوط، عبارة عن خيوط لما تدخل على المعدة بتتحول ل مثل أخطبوط، بتفوت وبتلف على هيدا الجلوتين اللي أكلوه اللي هو العيش، البقسماط، المعكرونة. وتعلمت شيء اسمه لسان عصفور. دي من الأكلات المصرية الجميلة. مثلا هيدي قنبلة. يعني الناس تاكلوا ولا ما تاكلوش لسان عصفور؟ ما تاكلوش طبعا، ما تاكلوش ابدا. كتير مودرن. ده بيعملوا طواجن عندنا هنا لسان عصفور، وبيبقى طواجن يا جماعه بليز غيروا الافكار هيدي. اكيد هيسمعوكي بقى والستات هتعرف تعمل ايه. لا هني بحبوني بيسمعوا الكلام. تمام. وانا كتير بحبهم، هني عائلتي الثانيه اصلا. تمام. دونك احنا بندخل الالياف على الامعاء، بنترك لها فرصتها، بتفوت هي بتعمل مثل الاخطبوط، بتلف على هيدا الاكل اللي هو نحن قلنا مستخرج من القمحه البيضاء اللي هو العيش الابيض،
اللي هو، وخلينا نحكي برضو بس نخلص عن العيش الأسمر، في ناس مفكريته صحي، رح أعطيكم فكرة. العيش الأبيض منه صحي، ناخد شوي. قديش هن الشوي؟ يعني قد هيدا الكارولي أنا عملته هلا، يعني ربع رغيف أو نص رغيف بس. العيش الأبيض، العيش الأبيض بس، تمام. المعكرونة مثلا بالشهر مرتين، طبق صغير يعني هالقد، مش غلط. هذا يعني اذا نحن بدنا ناكل ونقول نحن عم ناكل كل شيء. اوكي، فخلينا نحن ننظف اول شيء جسمنا ونشوف اذا نحن عرفنا نتصالح معه ونعطيه شيب حلو، معناتها نحن هذا الاكل اللي كنا عم ناكله مدر. اول شيء ببين من تحت العين، بتصير العين فيها اكلاء نضاره. اوكي، الالياف هيدي هي وظيفتها، بتفوت بتشيل كل الترسبات اللي هي كانت موجوده من الامعاء وبتشيلها من الكبد، والكبد طبعا هو الاساسي، اكبر مكنه بالجسم. سبحان الله. بتشتغل 24 ساعه، بتنظف نفسها بنفسها. روح الانسان حياته هي بتطلع الماده من الكبد وبتنزلها بالامعاء علشان تساعد تنظف. هيدا الكبد بيحتاج كتير فيتامينز. طب اذا نحن مش عطيناه هو مش حيعرف ينتجها. بنديله الفيتامين في صوره ايه؟ كرفس، كرات، كرامب، طماطم بدون قشر، تفاح بدون قشر، خس بلدي قد ما فيكم، كتروا خس بلدي بهيدي الايام اللي نحن فيها، بقدونس. كلها حاجات بسيطه مش مكلفه يعني، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى فيها قيمه غذائيه عاليه جدا يعني. واو، ما فيني خبرك. اذا كان فيتامين سي موجود، اكثر شيء الناس مفكرته موجود بالبرتقان، مش مزبوط، هو موجود بالبقدونس. بالبقدونس اعلى نسبه بالبقدونس وبالفراوله. هلا نحن صرنا خلص ايام اخر فراوله، بس موجود بالبقدونس، بالكيوي كثير. اوكي، اكثر من البرتقان، ولكن البرتقان جيد علشان فيه الياف اللي قلنا هو بيفوت وبيعمل اخطبوط وبيشيل الجلوتين. في عندي يعني خدتيني في نقطه كده برضو لاحظتها، المراه المصريه الريفيه نعم، كل اكلاتها بتبقى جايبه حاجات من الغيط مثلا او من الزرع بتاعهم، بيبقى فيه جرجير، بقدونس، لازم في الاكل بتاعهم بيبقى فيه حاجه خضراء. نعم. هل ده بيكون سبب في نضاره وجهها يعني عموما؟ اساسي. هو السبب الاساسي. اذا بدنا نحكي عن الجرجير، اوكي، الجرجير فيه كبريت طبعا، المعده مكان قلوي سبحان الله، لما تعلى الماده القلويه بقلب المعده هذا مدر، ولكن لما تكون مويه بتكون جيده جدا. الجرجير بيساعد على نضاره البشره، بيساعد على النشاط، بينظف الكبد، بينظف الامعاء، بيخلي الشعر يكون كتير طويل. فاكيد اساسي يعني الخضروات. السلطه الخضراء عموما دي بتساعد بقى، لو حطينا جرجير في السلطه الخضراء وخس وكابوتشي والخيار الكابوتشي مش كتير هو صحي عد الخس يعني، ولكن منه مضر يعني. اكيد طبق السلطه البلدي اللي احنا بنقول عليه بالمصري، طبق السلطه البلدي جدا. واذا ما في يعني او ما في عندها الامكانيه الست انه هي مثلا كتير بتشتغل ولا كتير ساعات بيكون ما عندها مزاج، هي معذوره، فممكن بس تعمل بقدونس يعني مع شوية طماطم. بس قشر الطماطم يا صبايا، قشر الطماطم لازم يشيلوه، يشيل قشر الطماطم، يستقصلوه من حبة الطماطم علشان المعدة صعب عليها أنها تقصقصه. طب النهاردة المرأة المصرية قاعدة في البيت وحست إن هي وزنها زاد. نعم. في بعض المناطق ومفيش جيم دلوقتي، هل ممكن يكون أول علاج ليها إن هي تظبط أكلها؟ هو ده العنصر الأساسي، لو قدرت تظبط أكلها ممكن تظبط جسمها؟ هلا هي بس إذا في كتير ستات كانت عم بتعاني، بتقول إنه هي أصلاً صار عندها قابلية عالية على الأكل. اتهمتكم أنتوا عشان أنتوا قاعدين بالبيت. قالت إنه وجودكم هو السبب. إحنا السبب. ماشي. الستريس اللي هن فيه من وراكم. بس لا، هي الفكرة العامة انه نحن اذا اليوم نقلنا عملنا لايف ستايل مثل ما قلنا، يعني انا اصلا يعني درست الدايت، وصراحة بدي اقول انه اكتشفت انه هو عالم برستيج. اوكي، اليوم نحن عم نحكي ان شاء الله عنا برنامج جديد رح احكي عنه، مش عم بعمل دعاية لنفسي، ولكن بدنا نحكي عن البروبيوتيك. برنامج اسلامي بحت
بيحكي عن البقوليات. لازم نرجع نفكر بالبقوليات. نحن اليوم كنا عم نحكي عن الجلوتين ونرجع نحكي عن الألياف. حبة البقول فيها كل هودة، العدس، العدس، الفاصوليا. وفي كتير أشخاص يا حرام ما عندهم فكرة أبدا، بيجوا شو بيقولوا لي أصلاً بتعمل نفخة. نفخة مين؟ هيدي بتشيل النفخة أصلاً، العدس وال بيشيل النفخة، قولون بقى والحاجات دي. هلا في طريقة طبعاً، إذا اليوم بدنا نحكي على كل إذا بدنا نحكي عن كل استراتيجي عريضة. نعم. يعني مثلاً خلينا نحكي عن العدس. إذا كان العدس والأشخاص عندهم مشكلة بالقولون، يعني مش معقول يروح ياكلوا طبق كتير كبير. أنا اليوم مثلاً بحط بولة صغيرة بنقعها قبل بيوم بالمي، بغسلها تاني يوم، بشيل المي منها، برجع بسلقها بكل نعومة وباخد منها شوي. بكون أنا عم بعلم معدتي إنها تاكل هيدا الأكل، ولكن على مراحل، لأنه هيدا أنت عارف شو يعني بروبيوتيك؟ يعني أنت اليوم عم بتحضر المعدة وعم تجهزها. المعدة عبارة عن غلاف وفيها طبقتين، أوكي؟ هن يعني جزئين مقسمين، ولكن في جزء فوق أعلى بس ما بيفتح. هيدا الجزء له مثل العين. سبحان الله، لما بيتخمر الأكل بيتحول لبروبيوتيك. لما بيصير عنا هذا البروبيوتيك عالي كتير، هيدا العين بتفتح وبتنزل الأكل لتحت سخن، تنزله جاهز. أوكي؟ طب نحن اليوم إذا ما أخذنا هيدا البروبيوتيك، عارف شو عم بيصير؟ أنت عم تقسى كتير على معدتك وعم بتقلة بذلي جهد عالي، عشان هيك بيصير في تقرحات، علشان هيك بيصير في قولون. شو يعني قولون أصلاً؟ قولون عبارة عن استرسي معدة معصبة، يعني هي عم أشبعتش المعدة بالمتطلبات بتاعتها. اكزاكتلي. عشان هي مش حتعرف اصلا تنتجن هيدولي. انت عم تقسى عليها، عم تقلها دبري راسك مثل ولد صغير ما بيمشي، بتقول له روح انت عمول البيبرون وعمول كوش لوحدك، ما بينفعش. تمام. يبقى لازم اكون انا واخد، يعني لازم يكون عندي فكر. ازاي اكل، ازاي اتعود ان انا اكل صح، وازاي جسمي يستجيب للاكل اللي انا باكله. رح اعطي استراتيجي حلوه ونعمه. ثانك يو. نحن اليوم لازم نحتفظ ب اورجنايزر، اوكي؟ بجيب حدي دفتر وقلم، بكتب الصبح انا اول ما فيق لازم استراتيجي، بحط حدي 3 كبايات مي بحراره الطقس بشربهم انا وقاعده. وصيه الرسول على فكره عليه الصلاه والسلام، بشرب اول بق بحط الكبايه بكل نعومه، بتعامل مع نفسي كائن ناعم. بشرب تاني مرة وبرجع بشرب تالت مرة، وبعدين مثلا شوي شوي بضلني بشرب مي على مراحل، بكتب انه انا شربت مي، بعد شوي بدي افطر. اذا العادة العادية انه نحن بنفطر رغيف عيش، اوكي، مش ضروري اخد مثلا ربع، لا خليني اخد نص، بس خليني استطعم بكل لقمة بكلها. يا جماعة المضغ خليني امضغ على نعومي، خليني احس بكل نقطة فيتامينز انا عم باخذها. اذا كان فروتس، واذا كان جبنة، الجبنة القريش يا حرام عم تنتزع بالمحلات وتنكب ولا حدا عم بيعبرها. مهمة الجبنة القريش، حلوة. عرفت؟ تمام. بفطر انا فطاري بيكون فيه حبة طماطم، بيكون فيه خيارة، بيكون فيه مثلا جرجير او قتة، القتة كتير منيحة. حط هيدا الطبق حدي، خليني اقول انا 70% خضار وفواكه، والباقي مثلا جبنه، بيضه مسلوقه، فول، معلقه فول وحده بس بيكون مقشور، بنقول له مدشوش بالمصري. بحطه حدي مع معلقه زيت زيتون او معلقه زيت حار، زيت الحار برضه جدا كويس. انا فطرت على كل هدوء، عطيت وقتي، احترمت هيدا الجسم اللي ربي سبحانه وتعالى هباني اياه، واكلت بكل لطافه، خلصت اكله. مش ضروري اكل كل الكميه بسرعه، كل ما انا اكلت على مهلي، كل ما انا معدتي بتصير عندها الفكره، اكون عم بعطيها انا مسج ان هي بتشبع اسرع. عرفت؟ تمام. بس خلصنا نحن الافطار، قعدنا وقت شوي مثلا لنقول ساعه، شربنا كبايه شاي وبنبلش ناخذ السوائل. العصير كتير بيعطي دهون، يعني هذا العصير بيزيد بالوزن. ما ضروري اخذ عصير، حبه برتقال بتكفي. اوكي؟ مثلا على الغدا نفس الشيء، 70% فوق خضار والباقي لحمه، سمك، دجاج. بس وبس بالاسبوع 3 مرات باكل مثلا رز، وبالشهر مرتين باكل شويه مكرونه، وخلصت القصه. طيب انا عايزك تقولي لي نصيحه للمراه المصريه. انت المراه اللبنانيه، نعم، هتقولي نصيحه للمراه المصريه وهي قاعده في البيت دلوقتي بتعمل الاكل،
وبدل ما هي تحط همها في الاكل وتاكل الاكل عشان جوزها موجود معاها في البيت زي ما انت بتقولي، لا احنا عايزين ياكلوا سوا وياكلوا بالراحه، تقولي لها ايه؟ انت بدكيني على قيد الحياه ولا بدك لا تتخلص انت مني؟ تقولي لها بس النصيحه يعني تاكل ازاي مع جوزها وهي قاعده تاكل في البيت يعني. اوكي. بس تسيب له شويه في الاكل عشان ما تاكلش الاكل كله. والله العظيم انا ما خصني يا صبايا. لا هي الفكره انه الاكل المصري كتير حلو. تمام. نحكي بصينيه البطاطس كتير مهمه. صينيه بطاطس. نعم. تمام. وبدنا نحكي اليوم عن البطاطس انه هي اذا نحن كل يوم نعمل شوربه من البطاطس بتساعد كتير لتحمي الجهاز المناعي، سبحان الله. شوربه ومع البطاطس. نعم. بس نكتر البصل ونحط له شويه كرفس وخلصت القصه. ده يتسلقوا مع بعض يعني. بس. مهمه جدا دي. جدا. دي حاجه جديده وحاجه مهمه، يا ريت الستات يبقوا سامعينها ويعملوها. يا ريت. تمام. ويعطونا عن جد رايهم ان شاء الله. تمام. وحيلاقوا نتيجه وبتنحف وبتعطي اكلال للبشره. هلا اليوم في كثير ستات بتلجا لانه هي تنحف بس بتنسى انه هي بدها نضاره. النضاره الجسم الممشوق الكتف المرفوع. تاكل ايه المراه عشان يبقى عندها نضاره او الرجل عموما يعني؟ بدها تفكر قبل ما تاكل. مش مهم شو تاكل، مهم هي تفكر، مهم هي تستطعم. ما نحن عم نحكي اليوم اذا انا بدي اكل فيتامينات معينه، اذا انا ما عرفت اقصص الفيتامينات بتمي قبل ما ادخلها على امعائي، يعني انا ما بعرف افكر. نحن اليوم لازم نطلع بالطبق ونشوف انه هيدا الطبق لازم يكون كتير مرتب، لازم اتعب بالمطبخ علشان انا احضر طبقي، علشان انا محترمه هيدا الجسم وانا عم دخل اشياء حلوه. لما ببلش بهيدي الخطوات مش رح اسمح انه ولا مكان يكون منه مرتب يعني بعتقد. والرجل برضو له دور حلو، انا بحب الرجل انه برضو يعني يعطي لفت نظر انه للست، انه يعني يساعدها شوي، يلا شو رايك يعني اذا كان قاعد بالبيت. هلا نحن عم نحكي استثنائيا بكورونا. تمام. عرفت يعني يعمل طبق سلاد مش غلط، ولا انت شو رايك؟ تمام. لا طبعا يساعد. يعني مثلا اذا هي غسلت السلاد هو ممكن يفرمه، ممكن يعمل ديزاين معه، واثنيناتهم يفتشوا على اليوتيوب، في كتير افكار موجوده على اليوتيوب. واليوم يعني مثل ما انا بدي الفكره، والفكره بتكون بدي اياني. اذا انا بدي يكون عندي جسم مرتب رح لاقي بوشي اول ما افتح اليوتيوب رح لاقي كل الافكار بينت قدامي. واذا انا بدي الاكل اللي هو فيه كراب ولا هو فيه مثلا اللاسانيا وهيدول الاشياء برضو انا رح لاقيهم. وبرجع بقول ما تحرموا نفسكم ابدا من اي شيء، ولكن يعني كلوا بس بكميات كميات بسيطه واستمتعوا بالاكل. نعم. خذوا وقتكم، خذوا راحتكم، زينوا طاولاتكم. انا كل بلاقي انه كل ما كانت الطاوله مزينه اكثر انت بتحس بالفخر انك انت يعني واو شو حلو. عرفت؟ وبتبطل عندك القلب انك انت تحط طبق مثلا، تخيل انك طبق رز مثل الهرم وحده مثلا اي نوع من اليخني، مش حلو. الاكل بسيط، وحتى لو كان الاكل بسيط يبقى منسق ويبقى فيه الوان في خضار الأكل. خضار. انا بشكرك، وانا وان شاء الله يبقى لينا حلقات نوعي المراه المصريه، واي مراه تشوفنا تبقى عندها وعي ازاي يبقى اكلها في صحتها ان شاء الله، ويبقى غذائك هو دوائك. ايوه. شكرا ليكي، وسعدت بيكي النهارده، ومنوره في مصر وبلدك التاني زي ما انت قلتي. وان شاء الله تبقي معانا في حلقات اخرى يا استاذه سوزان، ونستفيد بخبرتك، ونستفيد ازاي كل مراه مصريه تبقى عندها نضاره وعندها حاجات جميلة قوي فرحانة بيها وهي بتاكل. نعم. شكرا ليكي، وكل سنة وحضرتك طيبة ونورتينا. وانتوا بألف خير يا رب. أعزائي المشاهدين، كان معنا الأستاذة سوزان رعد خبيرة التغذية والدايت، وقالت لنا بعض الحاجات اللي ممكن كل واحدة في البيت تعملها. بس طبعا قالت ان ممكن الستات في البيت بتاكل الأكل عشان الراجل قاعد في البيت، والله أعلم بقى الموضوع دوت، هنسأل وهنشوف. نتمنى كل بيت يبقى عامر، الراجل يقوم يساعد في البيت، يعمل طبق سلطه زي ما هي قالت. ان شاء الله البيوت هتبقى عامره جدا. نتمنى ان شاء الله في العيد نعمل اكلات جميله واكلات حلوه خفيفه قوي، ونستفيد بيها ونظبط جسمنا وصحتنا، وربنا يسترها علينا جميعا، وربنا يزيح الغمه عن هذه الامه. سعدت بيكم ان شاء الله في اليوم المفتوح، اتمنى تكون فقراتنا عجبتكم، على امل ووعد ان احنا نكون مع بعض في لقاء اخر. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.